السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم طيبين يا اخوان. ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. طبعا مثل ما وعدت بوفي، كل ما نوصل رقم جديد، مثلا كنا 4000 دخلنا 5000، نعمل سحب على حساب. هذا الحساب انا فتحته، لو التفتيح موجود في القناة، بترك لكم في نهاية المقطع التفتيح موجود، بتلاقيه. روحوا شوفوا المقطع، فتحنا عليه حرقنا 5000 مجوهرة بنفس المقطع يا اخوان. هذا الحساب في سوب ماكس نامي 90، في ياماتو 70، وفي احجار 336 حجار، بيرس بيرو 80. هاي قدامكم الشخصيات، في كينج حساب، يعني في بونتيفيس شغال اذا تتعب عليه، مع 1,477,000 شو اسمه عملة، هاي العملة الفضية. هذا الحساب بعمل عليه سحب في هذا المقطع. ف كالعادة شروط السحب انك تكتب الحمد لله في المقطع، وان شاء الله بكرة على البث المباشر بفتح لكم بث وبنعمل السحب كالعادة بإذن الله. فاليوم بنزل المقطع، وبكرة ان شاء الله على البث بنعمل السحب. ما عليك غير في هذا المقطع تكتب الحمد لله، بس الحمد لله مرة واحدة عشان تدخل في السحب. طبعا لازم تكون مشترك في القناة لابد. على العموم يا اخوان، ما بطول عليكم في المقدمة، اتمنى كالعادة ما تنسوا اللايك والاشتراك وتعليق حلو مثلكم. وصلونا هالمقطع يا اخي، 500 لايك 700 قد ما تقدروا وصلوا، انتم ما تقصروا ان شاء الله، احنا ما نقصر معاكم. وانا هذا يعني راح اروح العب بالايفنت، فخلوكم معانا وشوفكم اول جيم في الايفنت. ورجعت لكم يا اخوان في اول جيم من الايفنت في التيم، يعني تشوفوه في التيم، ما في داعي اقول. احنا بنخلص الايفنت على السريع عشان ما يكون مقطع يعني ممل، وكنا نزلنا لكم اليوم مقطع. ف شغلت اعلام انا، شوف سوري وهياط بالاس بي والبي زائد، النوايا صافية ترى. ناس تلعب هيك بس لا تستمتع، اطلع الاس اس كلها شخصا بداية الجيم يرسلك جيت مور كامبوس، وتحسه هسه يلعب على شرف البلد. ويا لطيف، شوف هنا الناس نوايا طيبة، وشوف كيف تتراجع لك، حتى روجر شوف يساعده بشيل العلم. يا أخي ناس ناس النوايا طيبة. شو وضعي أنا؟ راح السكيل كارتيري بيضربني. تضرب تعال. دمجني هذا اثنين. سكيل سب معطوب ولا انا اللي اضرب العطب مني؟ ايه زورو تعال بزعلي، خلنا نروح نجي العلم. شوف كله، شوف كام سريع، والف سكيل شالونا. هاكوغا كندل عاد عندي ياماتو ماكس بس ما منزلها. يلا يلا كايدو، روح وريهم شوف شلون تشيل العلم في ديتها. انا بس في ليه ايه؟ استغفر الله، شغال جوتو سوب بيزحف للناس، زحف لهم لفوق. تعال تعال قاعد، تعال تعال ادوقك العذاب. والله هذا لاعب يا ماتو معضل، 90 عند نامي بس يمكن الميدل عندي تعبانه، هو الدعم تعبان والميدل تعبانه وكل شيء تعبان. زيادة بشيل العلم، نفذ روجر، روح
روجر كم مستواه الكام سري شقني فيها. نمر علي والله كله تنمر. هيك افضل من الليج، الليج كله بوتات، بس هون الناس تلعب ما في مشكلة. هو مقطع مثل ما قلنا تسليكي، فزنا كفو كفو بدر. الناس نوايا طيبة يا اخي تلعب. هاي اللي سويناه هو ايفنت، ما في داعي للاحصائيات، ونروح لكم مع الجيم اللي ورجعت لكم بالجيم الثاني. هلا بعد هذا الجيم بدي اعدل الميداليات ونشوف شو يصير، لانه سب 100 لازم تمجي احسن. انا مو معدل الميداليات ولا الدعم مزبطه ولا رافع من الشخصيات، بس حاط هيك تسليكيا. فهلا بعد هذا الجيم بعدل الامور وبجيكم بالجيم اللي بعده. خلنا هذا نخلصه، شوف قد جوب والناس نوايا طيبة، نعطيهم let's do this، شجع الناس. قد تراجر وبرسبيرو كثير، برسبيرو في الايفنت يعني لابد تلاقي برسبيرو. لو وقع بإنسان خبيث أوه عجيب. خلنا نشيل هذا العلم. ها راح تشاركوا في البطولة، اعطونا رأيكم شو الترتيب. هتشاركوا ما تشاركوا؟ والله البطولة اشوفها حلوة نوعا ما. هذا لاعب روبين لازم نروح لزورو، ما راح يخلي علم ما يشيله. معجوقة هون والله صادتنا ابو هانكوك. شوف الدمج والله، دمج كم مستواها؟ طلعوا المستوى 80 والله، دمج دمج. أنا أشيل العلم اللي فوق. تعال تعال تعال. حلو جمعنا شوية تعال. خدنا حقنا. تعال. حلو شلنا العلم. حلو هلا لما تجمع هاتاك الحكي هذا ما يقع نكبات. ها صرنا نودي ون شوت، جمعنا هاتاك. طلع نشيل العلم اللي فوق، باقي 25 ثانية نشيل العلم ونشوف. ما اعرف انا هو عم يطول المقطع راح يكون طويل ما ادري. بعد هذا الجيم بنعدل الميدل، بنعدل الامور. حلو جي جي جود جوب كيت ماركامبوس. والله هايط كايدو، شفتوه هايط لاعب كايدو. طلعون في ناس تايط كمان. هاي الاحصائيات قدامكم، 6 علام 6 كل. بعدل الامور وبجيكم بالجيم الثالث. يعني ورجعت لكم يا اخوان في الجيم الثالث واللي هو الاخير. يعني عدلت على اسوب، حطيت له ميداليات اتش بي زياده وهكذا، وحطيت بيرسبيرو افضل من نامي، لان بيرسبيرو الكريتيكال تبعه يعني اقوى كدمج و نورمال اتاك احسن، وخاصة ليفل 80 فيؤدي اكثر.
مهما كانت الشخصية اللي ضدك يشقها، إذا هو ليفل 60 يشقها، ما بالك 80، لأن الدمج تبعه كويس. أنا نشيل العلم هذا الأول، شوف حتى مشيته كويسة. نشيل العلم بكل أناقة، أتأنق. هيتجمد هذا. شوف شوف. شوف شوف شغال برسبير اللي معنا. الشعب كله شغال يضرب بكله. أنا أشيل هذا العلم، هو أنا مهمتي أروح أشيل علم. فخلني أدي مهمتي صح، تشيل أعلام، الأمور طيبة. شكل سكيل وجه. مشكلة ما عم يدمجوني. أربعة شو الدمج؟ هذا شو وضعك؟ انقلع يا رجل روح. ليش؟ ما تعرف لوفي يعمل بيرفكت ولا يضرب. شال سكيل البيض هذا. رجع هذا. يا اخي نروح نشيل الاعلام هل عنا انت وياه. قلت وين جاي؟ لاحقني كمان لاعب لوفي. كان نشيل الاعلام. اعلام اعلام عزيزي. انا نشوف مين فاز، انا 23 واحنا 23. احنا فزنا وانا ام في بي وكفو عليهم. فهذا المقطع يا اخوان انا ما بطوله وبخلي مثلا 100 دقيقة، بخليه هيك يعني على الماشي. هو مقطع هذا الحساب يعني لكم، الحساب نوعا ما اذا تتعب عليه كويس مثل ما قلنا، يعني لازم اتعب تشتغل عليه. احسبها حساب بدايتك من الصفر، فيها الكم شخصية وفي اكستريم واحدة يعني اللي هي ياماتو، في احجاره موجوده مع 300 وشوي، فيك ترفع ياماتو 80 وتلعب فيها وتستمتع فيه كينج. في اكثر من شخصيه مثل ما شفتوا بدايه المقطع. فاتمنى يا اخوان يعني هو مقطع تسليكي، تحب تتابعه كله تابعه، ما تحب هذا الشيء يرجع لك. فهذا المقطع مثل ما قلت للسحب، فاكتب في التعليقات الحمد لله وان شاء الله يكون من نصيبك. لا تنسوا يا اخوان اللايك والاشتراك والتعليق، حلو مثلكم هذا الشيء يحفزنا دائما وابدا. الروابط في الديسكورد، حياكم ديسكورد. تيك توك اتمنى تروحوا تتابعونا، تيك توك وانستغرام يعني فضلا وليس امرا. وعسى ربي يحفظكم يرعاكم برعاه، والسلام عليكم.